واخيرا شاورما ماما نورة، اكثر مطعم شاورما متصدر بالرياض. خلينا نجرب هل يستحق التجربة او لا. اخذت من عندهم شاورما لحم ودجاج بسبعة ريال وبثمانية ريال. هذا اللحم، لحم وطماطم وبقدونس وطحينة ومخلل. نقول بسم الله. بصراحة اول لقمة ما استطعمت بنكهة اللحمة، بصل بقدونس، يعني هذه النكهة طاغية على طعم اللحم. نجرب ثوم ماما نورة، يعتبر شيء اساسي عند ماما نورة. ندخل بالدجاج، بسم الله. نجرب الدجاج مع الثوم، بصراحة لذيذ بس الدجاج فيه ناشف، اللحم مو واضح طعم اللحم. اوكي لذيذ بس احس انه هو سمعة وعمر اكثر من انه يكون طعم. اسعاره تعتبر مناسبة جدا، 7 ريال الدجاج واللحم 8 ريال. يستحق التجربة ولكن في افضل. وبس الحمد لله وسلام.